السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واش راكم لاباس؟ بخير. القناة تاعنا تكنولوجي صوفي. عندنا اليوم نتعرفوا على الكيتشان تاع الجريت وول، ان سان في في تي و ان تروازي في تي. بون، الكيتشان هذا هو، نتعرفوا على المحتويات تاعه. جي في غليسير الاولى تاع بلاستيك، هذا سي ان كيتشان بدلتو. نتي لابواط تاعك كيما نها كيما نشوفو. يجي هدا لو كيتشان الأول، غليسيير، غليسيير الزاوج تاع الحديد لي يركب فيه كوندور، هدا هو تعرفو عليه مليح. هاهو هدا الكيتشان أولا الغليسيير. يجي طوندور دو شام، هدا هو لو طوندور تاعها. يجي كيما هاك لو طوندور. بون، واش يجي ثاني؟ يجي عندنا البينيو ماشي تاع الفي في تي، بينيو نورمال. البينيو هدا هو، يجي عندنا البينيو فيه بينيو هدا يتبدل، باسكو على السنين تاعه يحتاو، هدا جديد ماهوش خادم. يجي السنين تاعه شغل ينتكلو، كي ينتكلو السنين يولي يقدر يديكالي لاشين. يجي البينيو تاع الفيبروكا هادي بلاصتها، و تجي راشان، هادي هي راشان تاعنا. بون، هادي كون نقيسوها مع انشان جديدو، هادي قالها طويلة بدرس، سبحان الله. هاد لي شان تاع الحديد كي بالمطور كشغل يتكسلو، كي تتكسل تولي دير الحس، الأرا تاعها هي تولي دير الحس، شغل تفروطي مع الكاج، مع الكاج تاعها. الكاج هو اللي هو لاكون تاع الزيت في الان 5 في في تي و الان 3 في في تي. تولي تفروطي معاه، واش دير تاني؟ تقدر ديكالي، تولي تنقز، تقدر ديكالي، ديكالي لك لاشان، مشكلة كبيرة. معنتها كي نبقاو نسمعو تسرسير، تبقى تحك، تبقى تحك في الكاج تاع الاخر، تبقى تسمع التسرسير تاعها، يبدلها احسن. هذه هي، هذا بالنسبة للكيتشان تاع الانسان في في تي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في فيديوهات اخرين مع قناة تكنولوجي صوفي.